الله زد رصيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر البرايمات، البرايم العاشر، مثل ما تعرفتوا مجموعة تأهلوا إلى النهائي مباشرة، أربعة من 14 شخص اللي حيتنافسوا على المركز الأول بقيمة 300 ألف ريال، والمركز الثاني بقيمة 150 ألف ريال، والمركز الثالث 50 ألف ريال بعد البرايم النهائي اللي هو يوم الاثنين بعد القادم، ويوم الأربعاء الحفل الختامي. راح نعطيكم تفاصيلها لاحقا، لكن ستة أشخاص هم في مرحلة الخطر والنمنيه بعد أعلن عنهم إبراهيم المعيدي، إلا هم سعد السبيعي، عبدالله بن دفنة، محمد الذهلي، وعبد العزيز آل زايد، وكذلك محمد آل مسعود، وسالم الخنفري. واحد منهم آخر شخص حيطلع في البرنامج، وما أقول حيفقد الأمل للمنافسة في المراكز الأولى، لكن حيودعنا مش من القرية، لكن إن شاء الله حيستمر معنا الأسبوع القادم اللي بعده إذا هو حاب، لكن حيودعنا من المنافسات الأخيرة بعد 100 يوم من القوة الحاضرة للمتسابقين والحضور العالي في الفعاليات اللي قدموها والمبادرات وال الأمور الوطنية والأيام الوطنية، سواء كان السعودية أو الإماراتية أو العمانية أو غيرها بوجودهم في البرنامج. لكن نقول هذه آلية المسابقة واللعبة، لازم تشد حيلك، وكل حركة أكلة التميس راح تضرك في النهاية. ريال واحد راح يشكل لك بشكل كبير تأثير على حضورك في البرايم أو منافستك في المنافسة الأخيرة. نقول بسم الله على بركة الله، نتعرف على الطاولات وبالأسماء الموجودة معنا. حيكون معنا في هالمسابقة 30 سؤال، 5 أسئلة لكل متسابق، 5 جولات، وبعدها نشوف مين أقل 2 في الدرجات في بعد الجولات الخمس، ونشوف الاتصالات. أنتم أعزائي المشاهدين راح ترسلون صوتكم لمين بالضبط كأقل شخصية معنا في هالمسابقة والبرايم العاشر والأخير. نشوف الحين القرعة، وبعدها نشوف الصناديق للمشاهدين، لصناديق الخصم اللي راح يخصم من قيمة السؤال في حال اختار حذف إجابة. نقول استوب. محمد الذهلي أول المتسابقين معنا في الطاولة الأولى، واللي بعده مباشرة كذلك نقول وقف. عبد العزيز آل زايد اللي بعده مباشرة كذلك وقف. حبيبنا سالم الخنفري حياك، واللي بعده مباشرة في الطاولة الرابعة وقف، اللي هو محمد آل مسعود. والطاولة الخامسة وقف، عبد الله بن دفنة، ثم سعد السبيعي، محمد الذهلي، عبد العزيز آل زايد، وسالم الخفري، ومحمد آل مسعود، وعبد الله بن دفنة، وسعد السبيعي. ستة منافسين في آخر مراحل هالبرنامج، مثل ما أنتم عارفين أعزائي المشاهدين، كل واحد له 30 ثانية في السؤال، و300 ريال قيمة السؤال، إذا جاوب عليها ياخذها مباشرة، وراح تساعده إنه يرجع للقرية وللمنافسة معنا في هذه المسابقة واللعبة. لكن إذا حاب أو إنه شاك أو إنه ما عنده إجابة صريحة وسريعة، له الخيار ولا يستعجل، حذف إجابة ثم القيمة في الصندوق. أنتم راح تشاهدونها بعد قليل، إذا طلعت بلغوني. صالح الزهري أخذ درع الجمهور، مبارك له ويستاهل، وكذلك المركز الثاني في تصويت درع الجمهور اللي هو سعد السبيعي الثاني طبعا، والثالث حبيبنا سالم الخنفري. تصويت الجمهور هو مجرد دعم لكن ليس كلي، إلا للمركز الأول اللي راح يحميه. مثل ما أنتم عارفين سعد السبيعي أخذ 700 ريال، وكذلك مقابل سالم الخنفري أخذ 400 ريال، وشرفونا في البرايم، وما نقول هذا أفضل تشريف، هم تشريفهم في كل مكان، لكن هذه المسابقة أنهم راحوا يكملوا معنا على حسب الأرصدة الموجودة في هالمسابقة. الأرقام ظاهرة شباب، قيمة الصناديق الآن على الهواء، صوروها وسجلوها، وللمعلومية أنتم راح توصل لكم المعلومة قبلنا، يعني حتى قبلي أنا شخصيا وقبل المتسابقين، راح تعرفون مين آخر شخصين هيبقوا معانا في الاتصالات وفي المرحلة الأخيرة للبرايم العاشر. نقول بسم الله على بركة الله، ناخذ الكلمات الأخيرة من الشباب قبل ما يودعنا آخر واحد محمد الدهلي. نقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. إذا كان دخول البرايم هو يعتبر خذلان للجمهور، فأنا آسف كل الأسف. لا أبدا، ليس خذلان، وإن شاء الله القادم أجمل، وأنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. عبد العزيز، أنا أقول الحمد لله وصلنا للمرحلة دي بحد ذاتها هي التحدي القوي، واللي كاتب الله فيه خير بإذن الله. سالم، الحمد لله على كل شيء الحمد لله. الشيء الثاني احب اشكر كل من دعم وقف مع سالم، الله يبيض وجيهم جميع، واللي بيطلع اعتبرها مي باخر شيء له في الحياه، بالعكس عسى ان شاء الله طلعنا، اللي بيطلع ان شاء الله عسى خير الله ان شاء الله. لا شك لا شك. محمد المسعود، الحمد لله على كل حال ثالث مره اكون في البرايم،
وان شاء الله تكون في رابع ان شاء الله الهول ان شاء الله البرايم النهائي ان شاء الله بحول الله ان شاء الله باذن الله تعالى. الحمد لله على كل حال والله يسر. اولا اقول الحمد لله على كل حال والحمد لله تحت ان فرصه ما تحت لغيرنا، غيرنا طلع من اول البرنامج وغيرنا ما دخل البرنامج بكبره في زد فرصتك، احنا نقول الحمد لله على كل شيء وان طلعت فنقول الحمد لله، واذا ما طلعت اقول الحمد لله. اللي بقوله طال عمرك شكرا لكل من حب عبد الله بن دفنه، شكرا لكل من دعم عبد الله بن دفنه، ان شاء الله اني اكون متاهل في قلوب الناس قبل لا اتاهل في البرنامج هنا، وان شاء الله ان عند حسن ظن الناس اللي يظنون فينا خير واللي يظنون فينا شر نقول الله يسامحهم وان شاء الله ان ما لنا عن ظنهم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وانتم عبد الله وكذلك بقيتم مسابقين دخلتوا قلوب الناس، وهذه كثره المشاهدات الا لحبكم وتفاعلكم واخوتكم. سعد السبيعي قل اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. الله يكتب الخير لنا جميعا إن شاء الله، سواء في البقاء أو المغادرة الخير في اللي يكتبها الله سبحانه وتعالى. أشكر كل من دعمني، كل من صوت اليوم وفي الأسابيع الماضية بيض الله وجيههم، اجتهدوا وجابوا لي 700 وقبلها برضو 700 و400 على الرغم أني ما طلبت من أحد يصوت، وللأمانة كنت رافض لأني ما أبغى أجهد الناس معي، إذا أنا أخواني وأهلي ما صوتوا ما أبغى أجهد العالم معي، لكن مع ذلك كان عندهم إصرار وعزيمة، والشيء هذا يشكل حمل علي بإني أرد الدين لهم، وبإذن الله إذا الله وفقني وعديت هالبرايم إن شاء الله إني أجتهد وأحاول أجمع قدر الإمكان مبلغ يرشحني للمراكز الأولى بإذن الله. بإذن الله تعالى ربي يوفقكم جميعا. المسابقة والجولة الأولى لكل متسابق 5 أسئلة، السؤال 30 ثانية، إذا انتهى 30 ثانية لا أحد يطالبنا بأي شيء لا بجواب ولا بغيره. إذا أعطيتني الجواب مباشرة نحسبه جواب صريح، لا تعطيني جواب إلا بعد ما تأكد. بعد إذنك يا صالح حاجي راح أرجع لك، ثم بعدها إذا ما عندك أي معلومة للسؤال تختار حذف إجابة، تحذف إجابة ويبقى لك خيارين لكن يحذف من قيمة السؤال، الله أعلم المشاهد أدرى فيها، ثم نشوف النتيجة النهائية. طبعا إذا اخترت حذف إجابة راح تزيد لك 30 ثانية إضافية غير 30 الثانية الأولى. صالح زهير بتقول شيء؟ صالح لبه لبه بتقول شيء؟ أي إذا بتسمح لي في 20 ثانية فضل. أنا ودي، أنا شكرتهم ودي أشكرهم مرة ثانية، كل من صوت وكل من دعم حتى اللي ما صوت يعني وقف معي بدعائه بدعمه، أنا ودي أشكرهم ما أعرف شلون أعبر، لكن أهدوني آخر درع وهذا له طعم خاص، وأهدوني آخر بلدية إن شاء الله ولها طعم خاص، وكنت آخر سفير في سمو واكتمل الوقف وما قصروا، هذا الشيء أنا أعتبره إنجاز بالنسبة لي، الله يبيض وجيههم ما قصروا، والفال إن شاء الله لإخواني اللي في المسجد. تعبر عن شعورك ضرب الجمهور، ها تعبير عن شعورك ضرب الجمهور. انا لو اني برا يا محمد صوت الله يبيض وجهك، هذا والله من طيبك تستاهلون جميعا، تستاهل الطيب. بسم الله وعلى بركه الله. السؤال الاول لمحمد الذهلي ب 30 ثانيه وثلاث خيارات و300 ريال، شد حيلك يا محمد الذهلي ان شاء الله تجاوب عليها بشكل اسرع او يكون الجواب السؤال مر عليك. قبل السؤال أسلام. كثروا من الاستغفار واستخيروا والله في كل شيء، ونقول ما سهل الا ما جعل الله سهل ان شاء الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، استغفر ربك انه كان غفارا. بسم الله طيب. يلا حامي حامي نبدا بسم الله. الان راح يطلع السؤال. شنو هويه السؤال؟ ماذا سمي العام الذي حاول فيه إبرهة الأشرم هدم الكعبة؟ عام الفيل. الإجابة صحيحة، تستاهل، برافو. جاني السؤال جاني، برافو تستاهل، القيمة كاملة لك. عبد العزيز آل سعيد السؤال لك برضو خلال 30 ثانية. شنو نوع السؤال؟ نتعرف عليه الآن. أين تقع جبال الثروات؟ شمال العراق، أطلس الجزائرية، السعودية. ركز على الشاشة. أين تقع جبال الثروات؟ 15 ثانية. حذف إجابة رقم 4. حذف إجابة رقم 4. شمال العراق أم السعودية؟ شمال العراق. ما اسمك؟ السعودية. قال شمال العراق، الكنترول يقول قال شمال العراق.
الإجابة للأسف خاطئة. طيب شد حيلك، السؤال القادم. السؤال لحبيبنا الشعراء كلهم يعدونها بالقصيدة سالم الخنفري. شباب نكرر، حناخذ الإجابة الأولى، تحملونا شوي بس عشان ما يصير في لبس. سالم الخنفري السؤال لك. يقول السؤال: المخ هو من أعضاء الجهاز العصبي التنفسي الهضمي. المخ هو من أعضاء الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي. 10 ثواني. الجهاز العصبي. الجهاز العصبي إجابة سالم الخنفري. طبعا الإجابة متأكدين شباب؟ إجابة صحيحة تستاهل. برافو برافو محمد آل مسعود. السؤال لك الأول في الجولة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال: ما اسم عاصمة المغرب؟ مراكش، الرباط، الخرطوم. بسم الله وتوكلنا على الله، الرباط. الرباط. يا سلام يا سلام عليك يا دليل، كانت تكون الخرطوم. الإجابة صحيحة تستاهل. برافو. قيمة السؤال كاملة لك محمد المسعود. عبد الله بن دفنة السؤال لك كذلك، 30 ثانية. يقول السؤال: ماذا يقصد بالزمهرير؟ البرد الشديد، الحر الشديد، المطر الشديد. زمهرير. زمهرير. الزمهرير. 15 ثانية. زمهرير. زمهرير. 10 ثواني. بدايتها زينة ما شاء الله. 3 حذف إجابة رقم 3. حذف إجابة رقم 3. البرد، المطر. زمهرير. نقول إن شاء الله البرد. البرد الشديد الإجابة صحيحة. برافو عليك تستاهل. عندكم السعودية يسمونها زمهرير. اللغة العربية بقى. آسفين آسفين كل من يعرف اللغة العربية. آسف. لا أنا طيب. رايح في عيد المعارج. طيب السعد السبيعي السؤال لك برضو 30 ثانية. يقول السؤال: متى أنزل القرآن الكريم؟ شهر رمضان، شهر محرم، شهر رجب. شهر رمضان. رمضان. الإجابة صحيحة السؤال. برافو. معلش بس ترى فيه تكليجة. حلو. تجي تكليجة عادي. أنا متيقن أن الأغلبية عنده جواب، بس في حال السؤال سبحان الله تتلخبط، أو دائما السؤال أنت وتوقعت أنه متأكد سبحان الله يجيك شك كبير وتتحول إلى خيار ثاني، وهذا شيء طبيعي. متأكد من شيء؟ لا طبيعة الاختبارات. علم السؤال اللي نرجع بعدين أقول لكم سالفة ثانية. أين يقع برج بيزا المائل؟ الهند، روسيا، إيطاليا. إيطاليا. سلام عليك. حلو. قبل ما ننتقل لعبد العزيز، شباب البرايم النهائي لو يوم الاثنين مش القادم اللي بعده، انتم عارفين الاسئله حتكون من خلال الاسئله التي سئلت في البرايم المرايمات الماضيه ومسابقه زيد رصيدك. اكيد. مفهومه؟ اكيد ابو يارا. نعم. اكيد. لا ما راح نعطيكم. اكيد ابو يارا. نعم. يارا. لا ما في غيرها. لا تصير مثل دكتور الجامعه تقول ترى اللي ذا وثم يخلفنا. لا لا لا، هو الاسئله نفس سئلت وهي واضحه والناس كلها شافتها. عبد العزيز الزايد السؤال لك خلال 30 ثانية. يقول السؤال: لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل. طبعا من القائل؟ ابن المقفع، ابن المعتز، ابن الوردي. لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل. ابن المقفع. ابن المعتز. مين يأكد لي؟ إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. أو ما شك إن ابن المعتز. ها هاي شباب صح ولا غلط؟ دام هو جاوب كذا اكيد صح ان شاء الله. ما حد عنده جواب صح؟ شباب اعطوني الجواب الصحيح تبعه. معتز ان شاء الله. الجواب صح. مستعجل. يا ابن المقفع الاجابه، ابن المقفع الاجابه الصحيحه. احذف اجابه. صدق معك. ما عليك. عبد العزيز لا تغامر، اذا ما انت بشاك في السؤال اختار الخيارات الموجوده.
سالم خطرية السؤال لك برضو خلال 30 ثانية إن شاء الله تجاوب عليه فأسرع وقت. يقول السؤال: من أول امرأة مسلمة قتلت يهوديا يوم الخندق؟ نسيبة صفية، أم بشر. من أول امرأة مسلمة قتلت يهوديا يوم الخندق، معركة الخندق؟ طبعا هي نسيبة بنت كعب، صفية بنت عبد المطلب، أم بشر بن براء. أي من الخيارات 10 ثواني إذا ما عندك. صندوق رقم واحد. صندوق رقم واحد حذف إجابة. نسيبة صفية. عشرين ثانية. خمسة عشر ثانية. إذا جت خمس ثواني لازم تغامر. صفية. صفية. كيف؟ طبعا ترى اللي اسمه بين نسيبه ونفس الطريقه. حتشوف الالوان اخضر ولا احمر شباب؟ ان شاء الله اخضر. اجاوب. نعم الاجابه صحيحه. تستاهل، برافو، تستاهل يا سالم. ننتقل لطبعا بعد حذف سؤال وخصم من قيمه السؤال الحقيقي. نشوف الحين محمد المسعود، السؤال لك كذلك. يا رب شد حيلك. ثلاث خيارات متأكد من الإجابة 100%؟ جاوب، خذ القيمة كاملة. إذا ما أنت متأكد لا تغامر. بسم الله أفضل لك. استغفر الله وأتوب إليك. ها ننتظر السؤال بس. والله شكرا. لما يسخن الكمبيوتر. يقول السؤال: دولة أوروبية تسمى بالبلد الأخضر وأيضا بلاد البحيرات، فما هي؟ إيطاليا، فنزويلا، فنلندا. حلل عادي. حلل بس لا تعطيني إجابة. فنزويلا في أمريكا الجنوبية، هي إيطاليا فنلندا. عشر ثواني. بلاد البحيرات فنلندا. أوه بدون فنلندا. متأكد ولا أنت؟ بإذن الله إن شاء الله. ذهري يقول صح. مين غير يقول صح شاب؟ بندر يقول صح. بس ترى يمكن هم قصدهم إذا قالوا إيطاليا معناته مقصدهم فينيس. ممكن لكن بندقية. طيب الكمبيوتر شو يقول، صح ولا غلط؟ إن شاء الله صح. يا رب. تستاهل. تستاهل. برافو برافو برافو. حلو، مغامرة حلوة. ننتقل لعبد الله بن دفنة. اخترت السؤال الماضي بحذف إجابة. إن شاء الله السؤال هذا بدون حذف إجابة. يقول السؤال: ما لغة النمسا؟ الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية؟ الألمانية إن شاء الله. الألمانية إن شاء الله. ها شباب من يعطيني الأكيد؟ شباب بدفن ننتظر أكيد منكم. ما في أحد يعطيني أكيد. هو سير النمسا أكثر من لا حدود مع فرنسا. مع ألمانيا. مع ألمانيا. لا حدود. أنا أتكلم كموقع جغرافي. لا حدود مع فرنسا أكيد الألمانية. ما أتوقع. ولا أنت تقصد أنها فرنسية؟ لازم تكون فرنسية. ألمانية. لا أنا لا الألمانية بإذن الله. الألمانية. قد جيتها واجد أتوقع. طيب شوف الدائرة هذه. الدائرة. ركز يا. تستاهل تستاهل. ننتقل لسعد السبيعي الجولة الثانية والسؤال الأخير في الجولة الثانية. يقول السؤال: قمة إفرست أعلى قمة جبل في العالم، فأين تقع؟ الهند، روما، حدود الصين والنيبال. قمة إيفرست أعلى قمة، أعلى قمة جبل في العالم. حذف إجابة رقم واحد. حذف إجابة رقم واحد. روما، حدود الصين والنيبال. حدود الصين والنيبال. حدود الصين والنيبال. يا سلام عليك. يا سلام برافو. والله بغيت أغامر. حلو. أغامر بنفس الإجابة. بس إنك شاك. بس شكرا. طيب جميل. ننتقل للجولة الثالثة والسؤال الأول في الجولة الثالثة لحبيبنا محمد الدهلي برضو خلال 30 ثانية. نجاوبت السؤال الأول والثاني بدون خيارات ولا لا؟ بدون حذف. نشوف السؤال الثالث. صحابي جليل كان يحمل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث يجلس الرسول ليلبسه إياها، فمن هو؟ معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، طلحة بن عبيد الله. حذف إجابة رقم واحد. حذف إجابة رقم واحد.
عبد الله بن مسعود طلحة بن عبيد الله صحابي جليل كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث يجلس الرسول عليه السلام ليلبسه إياها فمن هو؟ عبد الله بن مسعود طلحة بن عبيد الله 15 ثانية عبد الله بن مسعود كثير يعني روايات عنه بس ما ذكروا هالشيء يا رب يا رب يا رب يا رب خمسة وانت تعطيني إجابة الحين طلحة صح شباب صفقوا له لكن اللون الأخضر راح يصفق له ولا لا أخضر ولا أحمر للأسف خاطئة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عباس قصدك من عالم هذه الإجابة الصحيحة معوض خير محمد الدهلي عبد العزيز آل زايد السؤال لك الثالث يقول السؤال ما أطول أنهار أوروبا نهر الدانوب نهر الفولغا نهر التايمز لا تغامر حذف إجابة رقم أربعة رقم أربعة حذف إجابة رقم أربعة نهر الدانوب ونهر الفولغا نهر الدانوب الدانوب من يأكد لي شباب؟ لكن شو؟ بطلت. أنا عندي إحساس كبير كأن. الفولغا. لأنه في لندن. لا الحين الدانوب ولا فولغا؟ خلي التايم تايمز خلاص. بندر يقول صح. نقول إن شاء الله. صح صح صح. سالم صح. دارج أشهر. إن شاء الله يكون أسمع بس. نشوف نشوف اللايت سيستم وش يعطينا. أحمر ولا أخضر شباب؟ أخضر. أخضر إجابة خاطئة للأسف. طيب أبو يارا ممكن نعرف وين مكانه؟ هي الفولغا هي الإجابة الصحيحة. أعطوني شاف أي مكان المعلومة هذه ننتقل لسالم الخنفري سالم السؤال لك ركز في السؤال يقول السؤال من هي الزوجة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر عائشة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الإجابة صحيحة السائل برافو عليك ننتقل لمحمد المسعود برضو خلال 30 ثانية الله يجملنا إن شاء الله جاوبت على الأول والثاني والثالث بالخيارات ماذا تسمى عملية التحويل من سائل إلى بخار الانصهار التبخير التكثيف ما تسمى عملية التحويل من سائل إلى بخار الانصهار التبخير التكثيف عملية التحويل من سائل إلى بخار تحليل الانصهار مستحيل 10 ثواني 10 ثواني لازم تحذف او تعطيني الجواب تكثيف 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 التبخير بخار تبخير بخار ايه بس يلا ما عليه يلا ما عليه ما عليه ما عليه شباب ما عليه ما عليه التكثيف التكثيف من بخار الى سائل التكثيف من بخار الى سائل فارس يقول صح التكثيف من بخار الى سائل التبخير معاود خير لسه معاود خير ان شاء الله شيل حالك عبد الله بن دفنه السؤال لك برضو فهم السؤال نصف الإجابة مثلا تعرف دفنا يقول السؤال يا عبد الله برضو 30 ثانية من هو قائد أول سرية في الإسلام عبد الله بن جحش علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم من هو قائد أول سرية في الإسلام علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب أسد الله علي بن أبي طالب حذف إجابة رقم اثنين حذف إجابة رقم اثنين عبد الله بن جحش حمزة بن عبد المطلب نقول حمزة إن شاء الله نقول إن شاء الله حمزة إن شاء الله صحيح إن شاء الله من يأكد يا شباب راح عنده جواب أنا أتوقع حمزة لكن صح إن شاء الله صح لكن إن شاء الله صحيح ما حد ولا واحد أكد اي بس لا انا ابي اللي عارف الاجابه ما حد عارف الاجابه نشوف الحين اللون الاخضر ولا الاحمر لعبد الله بن دفنة الاجابه صحيحه وتسال برافو كنت شاك فيه حتى اقول حمزه حمزه لانه هو اسد الله واول شهيد تقريبا حلو طبعا علي زين انك اخترت الاجابه عشان ما تطبق اكثر سعد السبيعي السؤال لك السؤال الثالث ما هي الصورة التي كل آياتها تحتوي على لفظ الجلالة الله المجادلة العمران الرحمن صورة في القرآن كل آياتها تحتوي على لفظ الجلالة الله
المجادلة. بسم الله الله الرحمن. نعم الرحمن الرحمن حرمه اول شيء المجادله الرحمن علم القران معلم معلم اول ايه الرحمن هي الاجابه المجادله هي الاجابه الصحيحه اجابه خاطئه يا سعد ما ادري طيب حتى انا مدرك نجي الجوله الرابعه والسؤال الاول في الجوله الرابعه لمحمد الدهلي يا رب ركزوا اكثر يا شباب يقول السؤال ما اول دول العالم في انتاج الصمغ العربي السودان غانا استراليا الصمغ العربي وغانا واستراليا السودان شباب متأكد من الإجابة واحد غبي متأكد من الإجابة خصم فيها خصم ما أقدر أقول شيء تقول لو نعد بالدفنة ما جاب والله ما أدري ما أحد متأكد أنا متأكد أنا صح أنا متأكد طيب انا شاكك طيب هنا سؤال ما اول دول العالم في انتاج الصمغ العربي السؤال ما اول دول عربيه صح طيب نشوف الحين اللمبه خضراء حمراء اجابه صحيحه ولا خاطئه الله اعلم اجابه صحيحه طيب تستاهل انت يوم صغير يسموك الحلال السؤال لعبد العزيز ال زايد شد حيلك عبد العزيز ان شاء الله تجاوب على هالسؤال خل املك بالله يقول السؤال على ماذا أطلقت عبارة الموت الأسود من الأمراض الجدري الجدام الطاعون الطاعون الإجابة صحيحة تستاهل برافو سالم الخنفري السؤال لك برضو خلال 30 ثانية إجابة مباشرة راح ناخذها يقول السؤال ما هي أصغر دولة في العالم الأرجنتين الفاتيكان بالاو سمعنا اول حرف ولا لسه كتمه دي ما بعد جبت احلل لسه صح حذف اجابه صندوق رقم 2 حذف اجابه صندوق رقم 2 اتاكد منه بلاشنا الفاتيكان بالاو بسم الله الرحمن الرحيم نقول الفاتيكان أنا والله يا جماعة الخير ليش أغامر ليش أغامر ليش أغامر الإجابة صحيحة تستاهل برافو طيب محمد المسعود هدوء تكفول ما أسمع والله مسح صح صدقت من أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام أبو ذر الغفاري أبو موسى معاوية من أول من حيى الرسول بتحية الإسلام عليه الصلاة والسلام هل هو أبو ذر الغفاري أبو موسى معاوية قربنا العشر ثواني حذف إجابة رقم واحد حذف إجابة رقم واحد باقي لك أبو ذر ومعاوية أقول بسم الله معاوية معاوية أنا اللي عارفه معاوية وين؟ اللي عارفه المعاوية هو اللي قال سمع الحمد لله ورد على سمع الله لمن حمده الإجابة هذا معاوية قلت إجابة خاطئة أبو ذر الغفاري شد حيلك في المرة القادمة السؤال لك يا عبد الله بن دفنة إن شاء الله تجاوب عليه خلال 30 ثانية يقول السؤال في أي دولة يوجد جبل فوجياما؟ أمريكا، اليابان، كوريا. في أي دولة يوجد جبل الفوجي ياما؟ أنا خلني أقرأ عدل بعدين أعرفه. ليت من هدوم عدى عليه يأخذ الكلمة ويعطيها. حذف إجابة رقم أربعة. رقم أربعة. نحذف إجابة نشوف الخيارات المتبقية أمريكا اليابان اليابان معروفة بالزلازل نقول أمريكا إن شاء الله أمريكا يا أخي أنا شايف عيوني مرمة شايف شكلي ياباني يا أخي أنا الإجابة خاطئة يا عبد الله بن دفنة معوض خير للمرات القادمة السؤال الرابع في الجولة الرابعة لسعد السبيعي شد حيلك إن شاء الله خلال 30 ثانية برضو تجاوب على السؤال وتعوض الأسئلة الماضية يقول السؤال ما هو العلم الذي ما هو العلم الذي يعنى بعلم طبقات الأرض علم الاجتماع الميتروغراف جيولوجيا
بسم الله توكلت على الله. جيولوجيا. جيولوجيا يا سلام يا سلام عليك، برافو عليك، إجابة صحيحة تستاهلها. ننتقل الجولة. ضاربني لا لا إن شاء الله. كنا بثقافتك قوية، ثقافتك قوية، ثقافتك. لا إن شاء الله. السؤال الجاي راح أجاوب عليه هو السؤال الأخير للكل. نشوف الحين محمد الديري. السؤال الأخير يقول أنا أخا جبل أحد، المدينة المنورة. المدينة متأكد؟ بإذن الله تعالى. مدينة منورة. أحد الجبل يحبنا ويحب تركه فوق تشوف الحرم المدني. مدينة منورة. مدينة منورة. معركة أحد وين كانت؟ يا حبيبي هذا جبل عمان في الرياض. إجابة صحيحة تستاهل، برافو. عبد العزيز آل زايد. نشوف السؤال يقول من كان أزهد الصحابة؟ عثمان بن عفان، أنس بن مالك، أبو ذر الغفاري رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان الإجابة. أنس. حرام عليك. لا أبو ذر الغفاري. والله. شباب. واحدة ويموت واحدة ويبعث يوم القيامة واحدة. من كثر ما هو زاهد. يا الله. مدفن يقول أبو ذر. أنا أقول. ما في أحد أعطاني جواب ثاني غيره. عثمان معروف بالحياء. صح. أنس. كان تاجر. نتأكد من النور. وكان تاجر. ولا ما يحتاج. ما يحتاج واضحة. واضحة؟ أي والله وضوح الشمس. طب نتأكد من النور، ركز في الدائرة. عثمان ترى زاهد والله. ها أحمر ولا أخضر؟ أحمر يا رب. شباب أحمر ولا أخضر؟ أحمر. مع أبو ذر. أبو ذر. أبو ذر الغفاري مثل ما قال عبد الله بن عبد العزيز. حتى أن معوض. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعيش وحده ويموت وحده ويبعث. عثمان بن عفان وتستحي من الملائكة. أبو ذر مثل ما ذكرت. نعم. عمر بن الخطاب آخر أيام على أيام عمر بن الخطاب كان يزعج الناس يقول لهم وش تبغون بالدنيا. سؤال بس نجيك، ما هي الصورة التي تعدى ثلث القرآن؟ الإخلاص، البقرة، الكهف. الإخلاص. يا سلام يا سلام يا سلام. خضراء ولا حمراء؟ خضراء. إجابة صحيحة تستاهل. محمد المسعود السؤال الأخير وركز فيه زين كذلك. أنا أدري أن عندك إجابة بس سبحان الله ما تطيح. ماذا يسمى من لا يقرأ ولا يكتب؟ متخلف، جاهل. أمي. أمي من؟ أمي أطول عمرها وما أعرف أقرأ ولا أكتب. هذا مو رجعني الدار. الإجابة صحيحة الساحل، برافو. حبيبنا عبد الله بن دفنة السؤال لك الأخير، شد حيلك. ما شاء الله تجاوب على أسئلة الناس ولا تجاوب على أسئلتك؟ نفس الدهل الأسبوع الماضي. هذا يسمونها اللقمة. أسأل وش فيه؟ مايك وش طافي ولا شيء؟ يمكن بغير الجوال اليوم. ما هو اللقب الذي عرف به بكر الصديق ذو النور الصديق الفاروق؟ لا أدوخة أدوخة الفاروق. شوف ما ادري ليش احس جواب جواب ثاني ما له دخل الموضوع. يا الله والله انا اصفق لك، خلنا اصفق لك، خلص انا ما اريدكم تصفقون. يا الله. طب جاوب غلط. اجاوب غلط. انت ما تبين تصفقون. طيب اجل بجاوب غلط. الصديق. الصديق. اجابه صحيحه. والله انا خفت يا شيخ. اي والله. لا لو جاب غلط هتصير تاريخيه. بس عبد الله عمران وش اسمه؟ طيب انا توجه لي كذا اسلامي تاريخي. طيب سعد سبيع السؤال الاخير لك. نشوف بعد أن نتعرف من أول من سمى القرآن مصحفا؟ عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. من أول من سمى القرآن مصحفا؟ قربنا على 10 ثواني. لازم تجاوب أو تختار. 5 4 رقم 2 حذف إجابة. حذف إجابة رقم 2. لا لا قال حذف الإجابة رقم 2. طيب إيش قال؟ حذف الإجابة. قال حذف إجابة. طيب. أتقول إجابة رقم 2. حذف إجابة. عمر الخطاب أبو بكر الصديق. خمسة عشر ثانية. أبو بكر الصديق. ان شاء الله ابو بكر الصديق هو من اول من جمع القران. ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن سماه مصحف ما ادري يوم ما توخى. هو تحليلي كذا، انا حللت كذا. واللي شار له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتوقع انه عمر بن الخطاب. يا رب صح، يا رب صح. تتوقع دفن يقول اتوقع عمر، السعد يقول ابو بكر، لانه هو اللي شار له. حتى انا اتوقع عمر، لكن ان شاء الله ان شاء الله ابو بكر، لان ما متاكد انه عمر. من احد ياكد لي؟ في احد من الشباب اللي هنا ياكد لي؟ ولكن تحليل
تحليل. أبو بكر بندر يقول أبو بكر. يا رب يا رب يا رب يا رب. طيب نتعرف نشوف اللي قدامنا النور هذا اللي ينور المثلث. إجابة صحيحة، برافو. الحمد لله. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين محمد الذهلي وعبد العزيز آل زايد وسالم الخنفري ومحمد آل مسعود وعبد الله بن دفر وسعد السبيعي كانوا في مسابقة البرايم العاشر والأخير، واحد منهم راح يودعنا بعد الاتصالات وكأقل رصيد بين الستة، راح نتعرف عليهم واحد واحد وخليكم قريبين من التلفزيون ونشوف الأرقام راح تظهر تباعا على الشاشة، وركزوا على الأرقام اللي تطلع على الشاشة واتصلوا ونشوف من أكثر صوت، عندنا 10 أصوات، الأكثر راح يرجع للمنافسة والأخير يودعنا، لكن حيبقى في القرية إن حب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في المرحلة الأخيرة للاتصالات الأخيرة والبرايم العاشر والأخير اللي راح يودعنا أحد المتسابقين بين الستة، مثل ما أنتم عارفين وأتوقع أن الصورة وصلت كاملة لكم وعارفين من الشخصين اللي كأقل رصيد معنا في هالمسابقة واللعبة بعد اختيارات الصناديق اللي كان فيها الخصم، الله أعلم كم قيمة الصندوق الأول والثاني والثالث والرابع، لكن اللي جواب صحيح في بعضهم أقرب للرجوع وأنتم تعرفونه، وكذلك قد يكون بعض المعلومات يفهمونها كأكثر إجابة. أول أشخاص كم رقمه؟ 1200. yes. محمد الذهلي تستاهل، برافو. الصوت اليمين الثاني، ها سمعوني. 1150. سالم الخنفري تستاهل. اللي بعد رصيد كم؟ 900. ما اسمع محمد المسعود تستاهل، برافو. طبعا اعزائي المشاهدين باقينا ثلاثة، واحد هيرجع واثنين يبقون، ركزوا على الارقام اللي تطلع الان وانسوا الارقام الماضية. من اخر واحد 950 من دفنة. الباقي عبد العزيز الزايد كم؟ 300. تفضل. والسعد السبيعي 850 رصيد، برضو رصيد عالي. شكرا. مثل ما انتم عارفين اعزائي المشاهدين اربع رجعوا للمنافسه النهائيه وباقي اثنين، واحد منهم حيرجع للمنافسه النهائيه اللي حتكون 50% من رصيد البرنامج اللي شارك فيه و30% في البرايم الاخير اللي هو الاثنين مش القادم اللي بعده، حيكون تقريبا حول الساعه 9 هذا البرايم الاخير اللي هو نسبته 30% و20% التصويت الاخير اللي راح يشارك فيه 14 متسابق الكل سواء اللي اخذ الدروع او اللي ما اخذ الدروع، كلهم حيدخلوا في التصويت النهائي والاخير. نستقبل اتصالات اعزائي المشاهدين، عندكم شخصين وصوتين، عبد العزيز ال زايد ام سعد السبيعي، وعندنا الصوت الاول وراح ناخذ منكم كلمات بس بعد ما ناخذ الصوت الاول. مين معنا؟ سمعوني شباب، مين معنا؟ جاهز ولا اخذ كلمه من الشباب؟ ليه ما يجهز؟ عبد العزيز ال زايد قدمت الكثير في البرنامج، ما شاء الله عليك انت واخوك تفاعلتوا اكثر في فعاليه شو كان في تتشين على الام اتوقع ولا لا؟ صحيح. وكليب ثاني الاخير دس باقي ما دش انت صح؟ سوى بقيت ولا مشيت؟ برضه راح تكمل معنا. اتصال، مين اتصال؟ اتمنى تقص صوت التلفزيون تسمعني عن طريق التليفون، مين معنا؟ السلام عليكم. شاو ترى نسمع، عندنا شوشره ما نسمع شيء. اذا في احد يسمع يبلغنا. الو. الو. السلام عليكم، مين معنا؟ عبد المجيد حسن. عبد المجيد حسن، انت بين صوتين، عبد العزيز ال زايد ولا سعد السبيعي؟ عبد العزيز ال زايد. عبد العزيز الصوت الاول. عبد العزيز سواء طلعت ولا بقيت في البرنامج؟ الله يكتب لي بالخير، اهم شيء اني وصلت المرحله. المرحله؟ الحمد لله وصلت للمرحله. المرحله الاخيره. وايضا عندك اخوك برضو يعتبر منافس للنهائيات. لسه ننتظر الاتصالات. الو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. بين صوتين عبد العزيز الزاهد ولا سعد السبيعي؟ لا لا سعد السبيعي. سعد السبيعي الصوت الأول سعد السبيعي كذلك. سعد السبيعي أخذ منك الكلمة ما شاء الله عليك. قدمت كثير فعاليات كثيرة كان كل سبت ما شاء الله لك حضور فيه خيمة السعد تشين شاي السعد الحمد لله. وش باقي ما شاء الله عليك؟ هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى الله يسر لي الأمور. ما كان ودني أنا أوقف في هالموقف لأني جربته مرتين سواء إن طلعت أنا فهذا الشيء أنا ما أبغى أنا أملي في المراكز الأولى المراكز الأولى وإن طلع خوي اللي جنبي ما أبغى أقول عبد العزيز عشان ما هذا الشيء ضيقني بعد قصدك أنا لكن اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على كل حال. طيب. أرجع لك بس عشان ما ينقطع الاتصالات. طيب. معلش من معانا؟ السلام عليكم. ألو حياك يا غالي. عبد العزيز الزايد ولا سعد السبيعي؟ عبد العزيز الزايد. عبد العزيز الزايد الصوت الثاني تفضل سعد. طيب وش الناقص اللي ما قدمته؟ والله فيه أشياء كثير حاب أخذها بعد الاتصال القادم. طيب. مين معانا؟ ألو السلام عليكم. أنت معانا على الهواء تسمعنا؟ ألو السلام عليكم. حياك يا غالي. عبد العزيز الزايد ولا سعد السبيعي؟ السلام عليكم. الزايد ولا السبيعي؟ ألو عطني الصوت عشان ما يروح الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عبد العزيز الزايد ولا سعد السبيعي؟ عبد العزيز الزايد. الصوت الثالث عبد العزيز الزايد. اتوقع ان اكيد ان في شغلات لسه ما سويتها كثير كثير حاجات كثير في بالي بعضها ممكن مسجله بعد عندي في ورقه. كنت اتمنى يعني اني كل يوم اقدم شيء منها لكن في النهايه احنا مجموعه اخوياي معي كلهم يبغون يقدمون كلهم فحاولت اني اجزئها بعضها ما اسعفني فيها الوقت بعضها يعني حصلت ظروف وما سويتها. مهما صح. قدمت هنا الجمهور ينتظر أكثر ينتظر أكثر وتحاول أنك ما رضيتها. صحيح. عبد العزيز الزايد وسعد السبيعي لسه بانتظار اتصالاتكم أعزائي المشاهدين. الأرقام ظاهرة تباعا على الشاشة. أنا أدري أنك في ضغط في الاتصالات لكن حنا الحظ هو حليف اللعب والمسابقة في الاتصال الأخير. في اتصال ولا باقي؟ بلغوني شباب ترى ما اسمع شيء. وضحوا اذا في اتصال ولا عشان دردش مع الشباب. انا يهمني بس لا يدخل اتصال ويصير في دربكه وينقطع اتصال وما ناخذ منه اي صوت. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك يا غالي. عبد العزيز الزايد ولا سعد السبيعي؟ الو عبد العزيز الزايد ولا سعد السبيعي حتختار مين؟ الو اسمعك تسمعني؟ ايوه تختار مين؟ عبد العزيز الزايد. عبد العزيز الصوت الرابع هذا ولا لا؟ الصوت الرابع. أربعة واحد لسه باقي. أنتوا عارفين لازم الشخص يوصل إلى ست أصوات عشان يختم المسابقة واللعبة. بين 10 أصوات في هالمسابقة واللعبة ولسه ننتظر الاتصالات. ألو السلام عليكم. سعد السبيعي. سعد السبيعي الصوت الثاني سعد السبيعي ولسه نستقبل اتصالاتكم. طبعا الشباب ينتظر منكم ابتسامه. إيه؟ خسر النسخه هذا موجود. ابتسم انت عشان انا ابتسم يا اخوي. ابتسمين يا غلاتي. مين معنا؟ السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو الزايد ولا السبيعي؟ الو تختار مين يا غالي؟ عبد العزيز الزايد ولا سعد السبيعي؟ سعد السبيعي. أربعة ثلاثة. هو شوف هو مصرح لأنه يطلع ثلاثة أيام يومين عادي. أيوة بخير بس أمر راجع له. أكيد والله. والله حتى اللي طلع ما ودنا فرق أحد وإن شاء الله اللي طلعوا إبراهيم حيرجعوا من بداية غدا أو بعد غد على حسب ظروفهم. لكن لسه أعزائي المشاهدين ننتظر الاتصال القادم. حبذا يعرفنا باسمه نتعرف عليه ونشوف الصوت حيختار مين بالضبط. الكل يتمنى بقاءه. ناخذ اتصال. مين معانا؟ بصوت سعد السبيعي. سعد السبيعي أربعة أربعة.
الكل طبعا يتمنى بقاء في البرنامج والمنافسة بين 14 متسابق. عشان أوضح لازم في نهاية المسابقة واللعبة أن يبقى معنا 14 متسابق يتنافسون على الجوائز الأولى اللي هو المركز الأول 300 ألف ريال، المركز الثاني 150 ألف ريال، والمركز الثالث 50 ألف ريال. طبعا 50% اللي هو من خلال مسيرة البرنامج 100 يوم من المسابقات والألعاب والحضور والمبادرات، هذه كلها تدخل فيها 100 يوم. 30% اللي هو البرايم الأخير حيكون مش الاثنين القادم اللي بعده، وكذلك 20% التصويت الأخير راح نوضحه في الفترة القادمة. أنا قدام الشباب المسابقين يتمنون يقولون انقلونا ابتسامة، لأن أنتم في النهاية راجعين لنا سواء كان اليوم أو خلال الفترة القادمة إن شاء الله تكملوا مسيرتكم مع بعض وأنتم يد واحدة. ما شاء الله النسخة هذه في تكاتف كبير مثل بقية النسخ، لكن حنا ننتظر بعد البرنامج وش الشغلات البرامج الإعلامية راح تقدمونها. استأجرنا استراحة في الرياض. ما شاء الله. من الآن. أي خير وجلس. أي خير وجلس. طيب أبجيك فارس بس عشان لا يروح عن الاتصالات، ترى ما أسمعكم في شيء. طيب أوكي. طيب أوكي أنا أعطوني الحين اتصال. هاي يا فارس بتقول. طبعا اتفقنا مع اللي طلع انه يستاجر استراحه بالرياض، في الرياض لنا لان كل ابونا حلو نكون فيها، يعني اللي بيجي من الامارات ينام فيها، اللي بيجي مدري من وين ينام فيها، واستراحه جامعه بيننا نفس القريه. حلو. اي الشيء الثاني احنا بنسوي فيها ابو كاتب. كل شيء ابو كاتب. لا صح فيها ابرايمات ولا ما فيها شيء؟ فيها. لا 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 اسمع عندي فهد. ايوه فهد الحار جبنا عند الباب برضو. طيب ها ننتظر اتصالاتكم أعزائي المشاهدين، الأرقام الظاهرة على الشاشة، شدوا حيلكم بين عبد العزيز آل زايد وكذلك حبيبنا سعد السبيعي. أربعة أصوات مقابل أربعة أصوات، مين حيرجع ومين ما حيرجع، وكلهم راجعين. مين معنا فارس؟ مين معنا؟ اتصال. ألو السلام عليكم. صفيت عبد العزيز آل زايد الصوت الخامس. يا عبد الرحمن الموضوع بسيط يا شباب وكلكم مكملين بعض. طبعا بس انا اتمنى لاخواني في الصوت يقول اتمنى الاتصال اللي نتصل عليه يقصر صوت التلفزيون للنهايه واسمعنا عن طريق التليفون، الصوت التلفزيون يشوشر علينا وما نسمع صوتكم، عشان كذا يصير دربكة في الأصوات وترددات. ويلا ألو مين معانا؟ مين معانا؟ معانا اتصال؟ طيب ننتظر. منيب تقول شيء؟ طيب بعد الاتصال تتكلم؟ بعد كيفك شوف الاتصال. طيب مين معانا؟ ألو سعد السبيعي. سعد السبيعي تسلم. لو بعد هذا الاتصال الأخير ما نبغى موسيقى يا رفيقي تصبر. غير ذلك غير ذلك أنا بطلب الاثنين. ايوه طلب لو طلع واحد منكم ما يطلع. اي والله يبي يطلع نص يوم يرجع يروح. أيوة. عذرين الليله هنا عندنا بعد اتصال ان شاء الله. قلنا يا طالب احنا طالبين كله ما تبغى يا رفيق. شوف لا تشغلوا معي يا رفيقي هذا طلبهم. الو الو مين معنا؟ ابو غنى يرجع القريه. ابو غنى يرجع القريه وداعا عبد العزيز ال زايد. باقي اتصال ولا خلاص؟ ما تطلع ما تخلص انا يعطيكم العافيه. لا ما تمشي اخوك. شوف اخوك ولا لا تضايق. شوف اخوك خلاص بمشي. خمسه خمسه ايه ايه خمسه خمسه والله بمشي والله بمشي والله بمشي. استحي ولد انا ما طلبتك تمشي يا رجال. عندي شيء انا ابغى انا بطلع عندي شيء انا شكرا على كل حال. لا يا رب ما اكون مع اخوي على اخوي على الحمد لله. ها
عادي يبي عادي لا 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 لا